هواوي قدمت الجي ار 5 من فتره وكان الموبايل ناجح جدا في الفئه السعريه بتاعته. هواوي برضو امبارح اعلنت رسميا بدايه بيع الجي ار 5 2017 والجي ار 3 2017 في مصر. الفيديو ده عباره عن رايي الشخصي انا في الجهازين وتقييمي انا للجهازين. لو انت ناوي تشتري موبايل انصحك برضو تتفرج على ريفيوز بعد ما تتفرج على الفيديو ده. نبدا الاول بالجي ار 3 لان الموبايل ده اللي انا عيني عليه اكتر، لان شايف ان جمهوره هيبقى اكتر من الجي ار 5. الجي ار 3 2017 فيه معالج كيرن 655 مع 3 جيجا بايت رام. بالنسبه للاداء فطبعا الاداء بتاعهم هيبقى كويس جدا، وبالنسبه ان الموبايل بيتباع بسعر 3600 جنيه تقريبا، فطبعا هتبقى منافسه قويه ما بين موبايلات ثانيه في الفئه دي زي الشاومي نوت 3 كمثال واللينوفو كي 6 نوت. بس بالنسبه للاداء فطبعا الكيرن 655 بيقدم اداء حلو جدا، ومع 3 جيجا بايت رام هتبقى مبسوط جدا. الشاشه الاماميه بحجم 5.2 انش 1080 بي. الشاشه حجمها كويس وريزوليوشن كويسه جدا بالنسبه لموبايلات كتير، يعني كمثال معايا الواوي واي 6 برو حوالي 35 انش برضه بس 720 بي ونسبيا مقبوله، فعلى 1080 بي هتبقى شاشه ممتازه جدا ببطاريه 3000 ملي امبير بس. 3000 ملي امبير مش عارف اقول هو هتبقى حلوه ولا تبقى وحشه، الموضوع اكتر هيروح للمراجعين لما يجربوا الجهاز بنفسهم. بس احنا بنتكلم على شاشه 1080 بي ومعالج برضه كويس، فطبعا الموضوع في الاخر هيعود للمعالج، هل استهلاكه للكهرباء عالي ولا لا، واليو اي هل اليو اي بيعرف يحافظ على الطاقه كويس ولا لا. بس 3000 ملي امبير في الاخر هتبقى المستخدم المتوسط مش المستخدم التقيل. لو انت مستخدم تقيل وعاوز تجيب الموبايل ده انصحك ببور بانك. الهاتف فيه كاميرتين، كاميرا 12 ميجا بكسل اماميه وكاميرا سيلفي 8 ميجا بكسل. بالنسبه لكاميرات واوي، في كاميرات واوي دايما كويسه، واوي بتقدم الجوريزمز حلوه في الكاميرا بتاعتها بتخلي الصوره تطلع كويسه، بس برضه هنستنى المراجعات لما تنزل الرسمي وهنعرف بنفسنا هل فعلا الكاميرات دي هتبقى قد التوقعات انها كاميرات حلوه ولا لا. بالذات الفئه السعريه بتاعت 3500 ل 4500 جنيه بعد الاداء بتبص على طول للكاميرا، فواوي اكيد مش هتقدم كاميرا وحشه في ميزانيه زي دي. منافسين الجهاز هم الشاومي نوت 3 واللينوفو كي 6 نوت. الشاومي نوت 3 معروف انه موبايل حلو جدا بالنسبه للاداء مع سناب دراجون 650 و3 جيجا بايت رام، بس كاميرا مش حلوه. بالنسبه للينوفو كي 6 نوت سناب دراجون 430 و3 جيجا بايت رام بس كاميرا حلوه. فلو قدمت موبايل وسط ما بين الاثنين اللي هو مثلا موبايل اداؤه حلو زي شاومي نوت 3 وكاميرته حلوه زي لينوفو كي 6 نوت، هيبقى معانا موبايل ممتاز يعتبر مسيطر على فئه 3600 جنيه بدون نزاع. بس انا شخصيا شايف الموبايل ده في الفئه السعريه دي هيبقى موبايل ممتاز جدا بالنسبه للمنافسين بتوعه. الموبايل الثاني هو الواوي جي ار 5 2017. الجي ار 5 يعتبر هو الجي ار 3 بشويه تحسينات وبسعر 4400 ل 4600 جنيه تقريبا. هو نفس الجي ار 5 بكيرن 655 مع 3 جيجا بايت رام. الفروق في الحاجات الثانيه زي الشاشه حجمها 5.5 بوصه بدل 5.2، الذاكره الداخليه 32 جيجا بايت بدل 16 جيجا بايت، البطاريه 3340 بدل 3000 ملي امبير في جي ار 3، ودول كاميرز في ظهر الموبايل واحده 12 ميجا بكسل وواحده 2 ميجا بكسل، وبيجي بسعر في متوسط 4500 جنيه بلون سيلفر ولون جولد. الهاتفين طبعا ممتازين جدا في سعرهم من رايي، برضه انا هستنى شخصيا راي المراجعين لان راي المراجعين بيفرق في حاجات ثانيه زي اليو اي بيستخدم بطاريه قد ايه والكاميرات ممتازه ولا كويسه ولا لا. فطبعا قبل برضه تروح تشتري اتفرج على المراجعين. بس كلامي مبدئي الجي ار 3 2017 والجي ار 5 2017 موبايلين ممتازين جدا في الفئه السعريه بتاعتهم. هل انا انصح بيهم شخصيا؟ اه. هل انا شايف موبايلات كويسه؟ اه. لكن السؤال اللي جاي بقى ليكم، هل انتم شايفين ان الجي ار 3 2017 والجي ار 5 2017 هيحققوا مبيعات كبيره في سوق مصر ويحبوا زي ما تقول ملوك الفئه السعريه دي، ولا في موبايلات ثانيه هتاخد المكان ده منهم؟ يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تقولوا لنا رايكم تحت في الكومنت، وما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو، ولو انت جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب، ويا ريت تاخد نص دقيقه من وقتك وتعمل شير للفيديو مع اصحابك عشان الناس الثانيه تستفيد وتدعم القناه بتاعتنا كمان شويه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، كان معكم عبد الخالق محمد من ذا تك جروب.